يمكننا المرور من هنا. هل ساعدتني؟ هل ترين هذا؟ لا شك أنها قرية كوكياكو. سنذهب ونكتشف ما بداخل المعبد. أواثقة أن هذا هو الطريق؟ بحق السماء، ابقى على مقربة مني. هذا ليس طريقا بالتأكيد. يا إلهي، كيف نصل؟ أوشكنا على الوصول، سمعت ذلك من قبل. فهمتك. هل أنت بخير؟ أنا بخير، بضعة خطوات أخرى فحسب. حسن، هل أنت بخير؟ أنا بخير. من قام ببناء كل هذا برأيك؟ ربما كانوا الإنكا يعلمون الكثير عن علم حركة السوائل. الجسر قد سقط، قد يمكننا رفعه بأثقال الموازنة هذا. ربما. هذا يصف شيئا قريبا من هنا. تحرس أفعو وأنا أيضا. أراهن أن هذه المياه صالحة للشرب. هل تود أن تجربها؟ لو كنت أعرف أنني سأقضي لهذا الوقت في البرية لكنت انتبهت أكثر أثناء العام الذي قضيته في الكشافة. ألم تكن تجيده؟ حسناً، لم يتح لنا وضع عائلتي فرصة القيام بالكثير من هذه الأشياء. ماذا عنك؟ هل انضممت قط إلى فتيات الكشافة أو معسكر في طفولتك؟ المدرسة الداخلية تحتسب؟ لا أدري، هل تحتسب؟ غالبا لا، لكن راث أراني بعض الأشياء لطالما كنت أفضل رفقة الكبار على الماء. فعل هذا شيئا ما، أظن أن الماء يشغل الجسر بطريقة ما. بعد رحيل إيلاي يجب أن تشفى ذراعك بسرعة. أجل، أشعر بك. إنه ثقيل جدا، ساعدني. المياه تملأ الدلو. جيد، لنرى ماذا ستفعل أثقال الموازنة. يتسرب الماء من الدلو. عودي إلى هنا لنحاول مرة أخرى. حسنا جونا، يمكنك تركها. ها نحن هنا لنعبر للجانب الآخر.
سنذهب من هنا على ما أظن. من بعدك. ما هذا؟ أعتقد أنه مذبح ما أو... ساعدني بهذا. بالتأكيد. ما هذا؟ إنها وصفة. يبدو كخليط من الأعشاب للمساعدة على التركيز. سيساعد إذا صادفنا المزيد من النمو. فلنام لا نفعل. طريق الخروج من هنا. اقتربنا من الوصول إلى القرية. لا أطيق الانتظار حتى أرجع للحضر مجددا. هذه الأطلال تختلف عن التي في المكسيك. هل ذكرت دفاتر والدك أي شيء عن بيرو؟ لا، أعني أنه كان من المفترض وجود مدينة ذهب سرية في بيرو. بايتيت يبحث عنها كل صائدي الكنوز في العالم. توقفت ملاحظات أبي عند المكسيك وكأنه فقد اهتمامه أو... لا أدري، كانت ملاحظاته التالية عن سوريا. وجدت شيئا ما، قد يكون هناك طريق للدخول. إذا لم يكن المكان متمدنا، أظن أنني سأبقى هنا بجانب النهر.
تعود هذه إلى بداية القرن العشرين. هناك أحد. تحرك شيء في الأمام. يجب أن أعبر الفجوة الصخرية. Thank you.
لابد من أنهم هجروا هذا المكان أثناء بنائه. لابد من أنهم هجروا هذا المكان أثناء بنائه.
هل وجدت أي شيء؟ المزيد من مذابح شعب المايا و... وماذا؟ مخيم قديم تحول لأنقاض. يجب أن نتابع التحرك. حسناً. ذكريني مرة أخرى بنص الأحجية. اتبعوا قلب الأفعى حتى تصل للجبل المتوج بالفضة حيث يتشاور التوأم. Thank you.